حد سرطان. برج السرطان. السرطان ست وراجل ينفعوا مع الثور. ست وراجل، اوكي. نيجي للاسد. الاسد والثور ينفعوا صحاب لكن ما ينفعوش لا يتجوزوا ولا يشتغلوا مع بعض. تمام. ست وراجل سواء في الثور او في الاسد. العذراء والثور ينفعوا مع بعض جدا، سواء ست عذراء او راجل عذراء مع ثور راجل او ست. الميزان ينفع، الميزان من الابراج اللي تنفع مع برج الثور جدا جدا. وكمان الثور والميزان لما بيجتمعوا مع بعض بيبقى ادامهم حلو على بعض، حلو، بيدوا طاقه لبعض، اذكياء زي بعض، شبه بعض فكرا وموضوعا وكل حاجه، بيكملوا بعض يعني. العقرب والثور، لا يعني مش كل العقرب بينفع مع كل الثور، بس في عشريات تنفع مع بعضها لكن مش كلهم ينفعوا مع بعض. اوكي. لكن ست الثور ما يعجبهاش راجل العقرب علشان ما بيواجهش، عشان ما بيحبش يواجه، عشان سلبي، عشان عينه زايغه ما يعجبهاش. لكن راجل الثور ممكن يعجب بست العقرب. نيجي للقوس والثور، لا ما يتفقوش او ما ينفعوش مع بعض. الجدي والثور ينفعوا مع بعض، راجل وست هنا وراجل وست هنا. حلو. الدلو لا ما يمشوش مع بعض. الحمل يمشوا مع بعض جدا 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 جدا، دايما لازم بقى من الابراج ان الثور بيقابلها ست الحوت وراجل الحوت. راجل وست من الابراج اللي لازم يتقابلوا، يتصاحبوا، يشتغلوا، يتجوزوا، وبتبقى علاقه ناجحه. كده خلصنا، كده خلصنا ال 12 برج. ممكن نتكلم دلوقتي في الفتره ديت الحاليه اللي يلا. احنا فيها. توقعات لكل الابراج بالظبط. الحمل الفتره ديت كان الفتره اللي فاتت يعني من اسبوع 10 ايام كانت الدنيا مش الطف حاجه، الدنيا ابتدت دلوقتي تتغير معاه نوعا ما، بس ما يواجهش حد او يعمل مشاكل. يعني الحمل ست وراجل ما يطنشوا وما يواجهوش، يعني لو في مشكله او في حاجه يطنشوا او يكبروا دماغهم شويه او ما ياخدوش قرار في الوقت ده او يعندوا مع حد الفتره دي. الثور الفتره ديت، هو الثور كده كده احنا قربنا، الثور ناقص له حوالي 10 12 يوم ويخلص. فال 10 ايام الاخرانيين دول لو عايز يفكر او ياخد قرار يستنى يخلصوا وبعد كده ياخد القرار اللي هو عايزه، لان برضو الثور من الابراج اللي هو بيعيد حساباته او هيغير الفكره بتاعته وهياخد قرارات جديده بس كلها لصالحه السنين الجايه. نيجي لبرج الجوزاء. الجوزاء احنا بعد كده الفتره اللي جايه داخلين على برج الجوزاء اللي بعد الثور، فبقول له الفتره دي تخلي بالك من صحتك اكتر، يعني صحيا الفتره دي الجوزاء يخلي باله منها. اوكي. لكن الجوزاء انت كمان كنت بتقولي لي حاجه انه يعني في موضوع الصحه ده انه مع النص